السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريبي لغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي. وصلنا مع بعض ليونت 1 لسن 3، الليسن بعنوان My Shopping List، قائمة التسوق، وبنبتدي نحل عليها من الكتب الخارجية المختلفة. هنحل دلوقتي تدريبات كتاب قطر الندى عشان نثبت المين فوكابلري اللي احنا خدناها، ونثبت اللانجوج فانكشن اللي احنا خدناها وتعلمنا ازاي نسأل، ازاي بنعمل السؤال الطلبي، ازاي بنعمل السؤال اللي فيه ريكوست والسؤال اللي فيه اوفر، ازاي بنستخدم ايه وازاي بنستخدم ان وازاي بنستخدم سام وازاي بنستخدم اني. يلا نطبق الكلام ده كله من خلال التدريبات. هنبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله. ونبدأ مع أول تمرين معانا من تدريبات كتاب قطر الندى. بيقول check your vocabulary، اختبر الحصيلة اللغوية اللي عندك. Choose the correct answer from A, B or C، واختار الإجابة الصحيحة من A, B أو C. Number one بيقول Mom gave me a shopping، عايز يقول إن مامتي ادتني قائمة التسوق. إحنا عرفنا من الفوكابلري بتاع الدرس إن قائمة التسوق معناها shopping list. هنا last معناها الأخير، هنا lost معناها يفقد أو حاجة بتضيع من حد يعني، أو حد هو ذات نفسه اللي بيضيع. كلمة list يعني قائمة، فأنا بقول shopping list يعني قائمة التسوق، يبقى list L-I-S-T shopping list قائمة التسوق. طيب هنا بيضحك عليا وبيجيب لي كلمات متشابهة في الحروف، مختلفة في النطق ومختلفة في المعنى، عشان أنا لو مش متمكنة من الكلمة اللي أنا حافظاها وعارفة معناها أتلخبط. طيب number two how، هتاخد معاها long ولا often ولا much are the tomatoes. احنا خدنا لما بنيجي نسأل عن البرايس بنيجي نسأل عن سعر الحاجة بقول ايه؟ ايوة بقول how much، يبقى how much are the tomatoes معناها كم تمن الطماطم. Number three بقول the trader ولا doctor ولا teacher told me the price، يعني عايز اقول التاجر او البايع قال لي على التمن. طبعا دكتور يعني دكتور، تيتشر يعني مدرس، يبقى ترادر اللي هو معناه البائع او التاجر، يبقى the trader told me the price. تمام. طيب check your language بقى، برضو عايز يدربني على language function اللي هو الدهالي والاسئلة اللي احنا استخدمناها عشان نطلب حاجة من بايع، او البايع يقول لي انت عايز ايه، او يقترح عليا طب تاخد ده كمان. هنحل بقى تدريبات على الموضوع ده. بيقول لي برضو choose the correct answer from A, B or C، هنختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C. Number one بيقول how about some apples mom، طبعا how about احنا اتفقنا ان بيجي بعدها gerund يعني الverb plus ing، واتفقنا ان ده سؤال بيبقى للاقتراح. ممكن الاقتراح اللي انت اقترحته او الفكرة اللي انت قلتها يعني احبها، فاقول yes please او I need كذا او I would like كذا او I like كذا، وممكن الفكرة ما احبهاش خالص فاقول no thanks، لا شكرا انا ايه مش عايز الحاجة اللي انت قلت عليها. قلنا كمان ان احنا ممكن نستخدم how about ويجي بعديها verb plus ing، او ممكن بدلها اقول let's ويجي بعديها المصدر، يبقى let's والفكرة اللي انا ايه بعرضها. تمام. يبقى هقول how about ايه، ايوة how about buying some apples mom، يعني ايه رأيك نشتري بعض التفاح يا امي، يبقى how about بيجي بعديها verb plus ing. I'd like eggs، I'd like eggs. eggs هنا دي اسم جمع معدود مبدوء بفول. طيب هو معدود ولان هو جمع هنا يبقى طبعا هختار سم. لو كانت اج جايه واحده بس، اج واحده، كان هتبقى هنا اسم معدود مفرد مبدوء بفول كنت اخد له ان، انما هنا عشان في الاس هاخد له سم، يبقى I'd like some eggs. طيب نمبر 3 بقول there any honey، انا بسأل هل في عسل ولا مفيش عسل. طبعا السؤال بهل، هاني هنا ده ايه؟
العسل ده اسم غير معدود uncountable، واتفقنا ان الاسم اللي معدود الغير معدود هو الاسم اللي انا ما بعرفش اعده، فبالتالي مفيش منه مفرد وجمع، هو بيجي في الحاله المفرده بس، ما بقاش في جمع، ما ينفعش احط له اس خالص. فهوني هنا هيتعامل معامله المفرد لانه uncountable noun يعني اسم غير معدود، فبالتالي لما اجي اسال السؤال بهل بالفعل المساعد يبقى هختار is، يبقى is there any honey، ما اقدرش اقول are. ليه؟ لان honey اسم غير معدود هو مفرد. لو ميلك هكذا، ميلك ووتر هاني جام جوس، كل الحاجات دي اختار لها از. انما مثلا لو هتكلم عن ابلز او باين ابلز او اورنجز او باناناز، دي حاجات معدوده وجمع، ساعتها كنت اختار ار. واضح الفرق؟ طيب نمبر 4، اي دونت هاف كوكامبرز، عايزه اقول انا مش عندي خيار. ماشي، كوكامبرز هنا جمع، ودونت اي جمله فيها نفي بنوت او بنيفر، وفي نفس الوقت الاسم اللي عندي اسم جمع معدود او اسم غير معدود، بجيب لها اني على طول طالما عندي دونت، يبقى هقول اي دونت هاف اني كوكامبرز، يعني ما عنديش اي خيار خالص. طيب نمبر 5، بقول مام نيدز جريبس، عايزه اقول ان مامتي محتاجه عنب، فبقولها ازاي؟ طبعا اخدناها برضو في اللانجوج فانكشن، بقول مام نيدز تو هاف جريبس، يعني مامتي محتاجه ان هي يبقى معاها عنب او ان هي تشتري عنب، يبقى بقول نيدز تو هاف، وبعدين الحاجه اللي انا عايزاها، او ممكن اقول نيدز هافينج على طول. ماشي، والحاجه برضو اللي ايه اللي انا عايزاها. طيب هنا الاكسرسايز read and complete how و sum و price و what و for، واكملهم في الديالوج اللي قدامي. الديالوج ما بين ماركت تريدر ومام. الماركت تريدر اللي عندي اللي هو البائع او التاجر بيقول هلو، فهي داخله عليه فبيقول لها هلو، وبعدين عايز يقول لها يعني اساعدك ازاي او انت عايزه ايه. طبعا هيقول لها وات وود يو لايك، يعني انت عايزه ايه، فعلى طول بنقول وات وود يو لايك. الام بقى بتقول له ايد لايك، وبتقول بقى الحاجه اللي هي عايزاها، فهي هنا كانت عايزه بوتيتوز، فقالت له ايد لايك سام بوتيتوز بليز. ليه اخدت سام؟ لان هنا ده اسم معدود جمع، فاجيب له سام على طول، والجمله اللي عندي جمله مثبته ما فيهاش نوت ولا نيفر، فبجيب له سام، يبقى ايد لايك سام بوتيتوز بليز. فالماركت تريدر قال لها they are 3 pounds for 1 كيلوغرام، يعني الكيلو ب 3 جنيه، فلما باجي اقول الكيلو بكذا اقول for 1 كيلوغرام، معناها ان الكيلو بكذا، يبقى they are 3 pounds for 1 كيلوغرام. طيب مام they are a good price، الام بتقول ان ده سعر كويس، السعر عجبها ولقيت الحاجات رخيصه، فبتقول they are a good price، يبقى they are a good price ده expression تعبير بستخدمه لما اكون بسال على حاجه والاقي ثمنها حلو او ثمنها عجبني او الحاجه مش غاليه، فبقول they are a good price. يبقى نقرا التكست تاني او دايلوج اللي عندي تاني ما بين الماركت ترادر وما بين المام. ماركت ترادر بيقول هلو وات وود يو لايك، المام بتقول له ايد لايك سام بوتيتوز بليز، فالماركت ترادر قال لها they are 3 pounds for 1 كيلو جرام، فالمام قالت له they are a good price. طيب choose the correct answer from A B C or D. Is there bread؟ سؤال بادئ بفعل مساعد، يبقى على طول بستخدم معاه اني، لان اي سؤال بادئ بفعل مساعد باخد معاه اني على طول. امتى السؤال باخد معاه سم؟ لو كان السؤال ده بادئ بكان او كود او وود، بس في شرط تاني ما نساهوش، ان تكون الكلمه اللي جايه كلمه يا اما معدوده مجموعه يعني جمع معدود، او كلمه غير معدوده، فساعتها احط لها سم. طيب لو الكلمه اللي عندي كانت مفرده وهي باديه بكان او كود او وود، خلاص هشوف الكلمه دي المفرده دي هي كلمه معدوده مفرده، يبقى الحرف اللي باديه بالكلمه دي هل هو حرف فاول ولا حرف ساكن؟ لو حرف ساكن يبقى احط قبلها اي، زي مثلا اي بن اي بوكس وكده. طيب لو الحرف اللي هي باديه بيه مثلا كان حرف فاول اللي هو الاي او الاي او الاي او الاو او اليو، يبقى ساعتها بحط لها ان، ولكن اليو فيها قاعده، يا ريت نرجع للفيديو بتاع الكاونتبل ان انكاونتبل ناونز اللي احنا شارحينه، ان اليو
لو اتنطقت معايا يو زي يونيكورن يبقى ساعتها بحط لها ايه زي يونيكورن يونيفرستي يونيفورم ساعتها تاخد ايه. انما لو اتنطقت معايا زي امبريلا ساعتها تاخد ان. نراجع بقى ايه الشرح اللي احنا كنا شرحينه كله ونشوف الفيديوز اللي على القناة. طيب how about زي ما اتفقنا how about يجي بعديها gerund يعني يجي بعديها verb plus ing. فهنا هقول how about eating some bananas لان how about لازم يجي بعديها verb plus ing يبقى how about eating bananas. طيب number 3 I would like watermelon. الwatermelon ده بيتعد بالوحدة. أيوة انت بتروح تشتري بطيخة بطيختين ثلاث بطيخات تمام. ما بنشتريش البطيخ بالكيلو احنا بنشتري بالبطيخة بالوحدة وهو بقى بيوزن لك الوحدة ويعرفها كام كيلو عشان يحاسبك على سعرها تمام. طيب هنا ووتر ميلون دي بادية بحرف ساكن وهي اسم مفرد معدود فبتاخد معايا ايه يبقى I would like a watermelon. طيب نمبر 4 can I have mangoes please. اهو سؤال بادئ بكان وهنا اسم معدود جمع يبقى هاخد ايه هاخد سم على طول يبقى can I have some mangoes please. إيه بجيب الحاجات دي منين؟ من القواعد اللي احنا ذكرناها واخدناها في الفيديو بتاع الشرح. نرجع كده الفيديو بتاع الشرح هتلاقي فيديو شرح للمين فوكابلري وللتكست والديالوج اللي كانت موجودة في الدرس وهتلاقي فيديو تاني وطبعا الفيديو بتاع التكست دوت احنا شرحين فيه برضو اللانجوج فانكشن والاسئلة اللي احنا خدناها وفيديو تاني فيه الكاونتبل والانكاونتبل عشان نعرف الاسنان المعدودة والغير معدودة بارت 1 امتى نستخدم ايه وامتى نستخدم ان. والفيديو التالت هتلاقي فيه شرح سم واني وامتى بستخدم كل واحدة فيهم. راجع معايا الفيديوز دي الاول وبعدين ارجع شوف الشرح بتاع حل الاسئلة عشان تثبت معاك المعلومة. ولو انت معاك كتاب قطر الندى بعد ما تخلص الفيديو اقفل الفيديو وهات الكتاب وحاول تحل لوحدك وشوف فهمت ايه شوف غلطت في ايه عملت ايه ارجع بقى افتح الفيديو وصحح تاني. واي حاجة مش مفهومة ابعتلي راسلني على صفحة منارة العلم English for you على الفيسبوك او صفحة منارة العلم برضو على الفيسبوك او مجموعة منارة العلم English for you للصف الرابع والخامس الابتدائي او التليجرام منارة العلم انجليش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي او في الكوميونتي اللي هو المنتدى على اليوتيوب. علق في الكومنتس تحت الفيديو وهعمل لك ان انت عايزه. لو في واجب همصححه لو في حاجة مش فاهمها هنشرحها مع بعضيها لو في حاجة عايزين نحلها سوا هنحلها تمام. كل هدفنا ان انت تجيب الفول مارك. طيب نشوف بعد كده يبقى can I have some mangoes please. طيب number 6 بقول ايه would you like يبقى how would you like ولا why would you like ولا what would you like ولا when would you like. طبعا ده اول سؤال بنفتتح بيه لما بندخل محل عشان نشتري حاجة فالتاجر او البايع الواقف في المحل بيقول لي اول حاجة ايه ايوه بيقول لي what would you like يعني اساعدك ازاي او انت عايزه ايه عايزه تشتري ايه اجيب لك ايه تمام. يبقى بقول what would you like. طيب there is ولا are ولا does ولا do lots of tomatoes. طبعا lots of tomatoes يعني كثير من الطماطم يبقى هنا ده جمع يبقى اخد ايه ايوه يبقى there are lots of tomatoes يعني في طماطم كتيره. طيب تعالوا نشوف السؤال بعد كده سؤال rearrange the following sentences. سؤال الاوردر او سؤال الارينج بيبقى صعب عليكم شوية ولكن انت لو ذاكرت الدرس كويس هتلاقي ان كل الجمل اللي جاية لك دي بتبقى جاية لك من التكست او ديالوج اللي انت واخده فبتبقى شايفها قبل كده. دي اول حاجة. تاني حاجة هو بيساعدك بيحط لك خط تحت الكلمة اللي هتبدأ بيها الجملة. لو هي جملة بتبدأ بالفاعل بالاسم بالضمير اللي عايد عليه الفاعل وهكذا. لو احنا بنتكلم عن سؤال فاحنا كده ايه هنبدأ بأداة الاستفهام او بالفعل المساعد في السؤال. بعد كده ببتدي بقى ارتب لو هو سؤال يبقى ايه بجيب أداة الاستفهام وبعدين بقدم الفعل على الفاعل وبعدين لو في فعل ايه مساعد اصلا كان متقدم عملت بيه السؤال بعدين بدور على الفعل الاساسي بعدين بدور على التكملة. لو هي جملة بجيب الفاعل وبجيب الفعل وبعدين بشوف الفاعل دوت قام بفعل ايه وحصل ايه ومن خلال ترجمة سياق الجملة بعرف احل. يلا نطبق الكلام ده بقول two important is food eat healthy eat. عايز اقول ان هل من المهم ان احنا ناكل الاكل الصحي يبقى هعملها ازاي يبقى هقول is healthy food هل الطعام الصحي important to eat it مهم ان احنا ناكله is healthy food important to eat it هل مهم ان احنا ناكل الاكل الصحي
اوكي ممكن اقولها تاني ايه is it important to eat healthy food برضو is it important to eat healthy food يبقى الاثنين صح هل من المهم ان ناكل طعام صحي او هل الطعام الصحي مهم ان احنا ناكله فالاثنين صح طيب السؤال بعد كده apples are any there عايز اقول هل هناك اي تفاح يبقى الفعل المساعد are بقدمه are وبعدين هل هناك يبقى are there وبعدين اي يبقى any apples يبقى are there any apples وما نساش علامة الاستفهام او question mark طيب I all need that's now for طبعا احنا خدنا الاكسبريشن اللي هو لما بيجي حد يقول لي مثلا تاخدي حاجه تانية او هتشتري حاجه تانية وانا خلاص اكون خدت احتياجي مش عايز اخد حاجه تانية فبقول له ايه that's all I need for now يعني ده كل اللي انا محتاجاه دلوقتي مش عايزه تاني يبقى ده اكسبريشن احنا حفظناه من الدرس بنقول that's all I need for now طيب تعالوا بقى للسؤال بتاع الريدنج reading the passage او reading the text سؤال زي ده بينمي عندك مهارة الريدنج اللي انت تعرف تقرأ مهارة الرايتنج اللي انت تعرف تكتب مهارة السبيكينج اللي انت تعرف تتحدث مهارة الليسنينج كمان عشان وانت تقرأ بتسمع نفسك فبينمي عندك المهارات اللي تخليك تفهم اللغة الانجليزية وتتقنها بنعمل ايه؟ بنقرأ القطعة الاول وبعد ما نقرأها نبتدي نقرأها تاني بالترجمة بالراحة وبعدين نحل الاسئلة طيب القطعة بتقول Amal and her mom are at the market Her mom wants to buy 5 lemons and some eggs. She needs some red tomatoes. Amal wants to buy chocolate. It is a lovely day. طيب تعالى بقى نترجم الموضوع. Amal and her mom are at the market. Amal ومامتها في السوق أو في السوبر ماركت أو في المتجر يعني بيشتروا حاجات. Her mom wants to buy 5 lemons and some eggs. مامتها راحة عشان تشتري 5 ليمونات وشوية بيض. She needs some red tomatoes. هي كمان محتاجة طماطم حمرة. Amal wants to buy chocolate. بس أمال عايزة تشتري شوكولاتة. It is a lovely day. كان يوم ممتع أو كان يوم جميل. طيب بيقول هنا read and answer. T for true one or F for false one. يعني عايزنا نقرأ ونحط الليتر T عند الجمل الصحيحة والليتر F عند الجمل الخاطئة. Amal and her mom are at the garden. هل أمال ومامتها في الحديقة؟ طيب تعالى نشوف كده بالشبه هو قال لي ايه Amal and her mom are at the market وهنا قال لي Amal and her mom are at هنا دي the garden و the market يعني مش شبه بعض يبقى false هم ما كانوش في الحديقة هم كانوا في المتجر يبقى false طيب Amal wants to buy burger هي Amal كانت عايزة تشتري برجر تعالى برضو نشوف بالشبه بالظبط حتى لو انا مش فاهم عشان اعرف احل القطعة اهو هنا Amal wants to buy وهنا Amal wants to buy هنا كاتب chocolate وهنا كاتب burger يبقى false عشان هما مش شبه بعض يبقى هي كانت عايزة تشتري شوكولاتة مش كانت عايزة تشتري همبرجر طيب number 3 بيقول it's a lovely day كان يوم ممتع أيوة الجملة بالظبط موجودة في القطعة زي ما هي يبقى true يبقى it's a lovely day يبقى true كان يوم ممتع ونحط علامة الصح اللي هي letter T طيب answer the following questions والسؤال المقالي ده بيغلب الناس شوية هنتعلم نحله بطريقتين هنتعلم ازاي نجاوب على السؤال ونتعلم ازاي نطلعه من القطعة طيب السؤال بيقول what does Amal's mom want to buy السؤال بيتكون من ايه من أداة الاستفهام وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفعل اللي احنا بنتكلم عليه وبعدين الفعل الاساسي وبعدين التكملة بتاعة السؤال فهنا بيقولي مامة أمال كانت عايزة تشتري ايه طيب تعالى نرجع كده قال لي هنا ايه her mom wants to buy 5 lemons and some eggs بس زي ما هي كده بالظبط هكتبها واقول Amal's mom wants to buy 5 lemons and some eggs جبتها منين من اول سطر في القطعة ما عملتش حاجة غير ان انا نقلته طيب بيقول how many lemons does she need هي محتاجة قد ايه جبت هنا أداة الاستفهام وبعدين الحاجة اللي هي بتسأل عليها وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين التكملة طيب هي كانت محتاجة ايه هو قال انها محتاجة ايه قال انها محتاجة 5 ليمونات يبقى she needs 5 lemons طيب look and answer ده سؤال بديل الباراجراف ان هو بدل ما يخليني اكتب 4 جمل عن موضوع معين او يقول لي اكتبي موضوع مثلا مكون من 30 ل 40 ل 50 كلمه بيجيب لي صوره ويسالني سؤال وعايزني اجاوب على الصوره دي
فهنا بيقول لي look and read and answer، يعني بص وايه وجاوب. هنا مديني بنانا وهنا مديني الاونيون، وبيقول لي what would you like، انت عايزه ايه. فالمفروض ان انا اقول له ان انا عايزه اشتري الموز. هقولها ازاي؟ يبقى هنا what would you like، اهي الموز قدامي اهي، هقول I would like some bananas please، انا محتاجه بعض الموز من فضلك. يبقى التاجر بيسالني what would you like، انت عايزه ايه، فانا بقول له I would like some bananas please. اتعلمت الطريقه دي منين؟ من الدرس. من الدرس علمني ان لما بخش متجر عشان اشتري التاجر بيسالني what would you like، وانا بقول له I would like some، والحاجه اللي انا عايزاها يبقى I would like some bananas please. طيب السؤال الثاني what do you need to buy، انت محتاجه تشتري ايه، وحاطط لي هنا البصله. ساعتها اقول ايه؟ هو كده محتاج ان هو يشتري بصل. يبقى من السؤال what do you need to buy، ادي اداه الاستفهام، ادي الفعل المساعد، ادي الفعل، ادي الفعل الاساسي. هنعمل المقص يو في السؤال تتحول لاي في الاجابه، يبقى اي وبعدين اي نيد تو باي كذا، او اي نيد كذا على طول، او اي نيد to have كذا. يبقى I need to buy onions، يعني أنا محتاج إن أنا أشتري بصل، يبقى I need to buy onions. طيب سؤال الـ punctuation بيقول لي punctuate the following sentences، بيقول I'd like some fruit salad، والسؤال التاني بيقول what would you like، نعمله إزاي؟ السؤال الأول I would like some fruit salad، الآي بتبقى capital letter لما بتيجي في أي مكان، سواء جت في أول الكلام، في نص الكلام، في آخر الكلام، الآي اللي هي بتدل على الضمير أنا اللي هي الآي تبقى capital letter. طيب وبعدين إحنا سبق وقلنا إن I دي اختصار لـ I would، يعني ممكن أشيل الدي دي وأحط بدلها كلمة would، ففي الاختصار يبقى أحط الأبوستروف بتاعة الاختصار يبقى I would like، وبعدين هكتب بقى الباقي I'd like some fruit salad، وبحط الإيه النقطة. كان المفروض إن هو يديني كلمة please، فكنت أحط هنا كومة وبعدين أحط please وبعدين نقطة، بس هو ما اداهاليش، فخلاص خلص الإيه الجملة بتاعتي عند كده، فبقت I'd like some fruit salad وبحط الإيه النقطة. طيب التاني سؤال what would you like، انت عايز ايه، فبجيب الكابيتال لتر في اول كلمه في السؤال، عشان اول ما بنبدا الجمله او السؤال بيبقى كابيتال لتر، وبعدين بحط الكويستشن مارك. كده خلصنا مع بعض حل أسئلة كتاب قطر الندى على Lesson 3 Unit 1. Lesson كان بعنوان My Shopping List، وحلين على القناة كمان من كتاب الباهر. تابعوني بقى عشان هنكمل حل من كتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت وكتاب جيم. يلا بينا.